مر 12 عاماً على اندلاع الثورة السورية، عانى فيها السوريون الخذلان من جميع الأطراف، وتقلصت آمالهم إلى رؤية نهاية قريبة لمأساتهم مع ما يشهده الملف السوري من حالة استعصاء. أزمة اقتصادية وصحية وكوارث طبيعية وتقسيم للبلاد إلى 4 مناطق يعيش جميع سكانها واقعاً مريراً. بدأ جمود الملف السوري عسكرياً منذ توقيع اتفاق موسكو عام 2020 مع خروقات مستمرة من قبل النظام السوري وروسيا تجلت بقصف ممنهج لشمال غربي سوريا مقابل ردود خجولة للقوى العسكرية المناهضة للنظام. إن فصائل المعارضة شمال غربي سوريا ليست لديها الرغبة بشن هجمات برية قد تنتج عنها عمليات قصف واسعة الجغرافيا، بالإضافة إلى أنها أصبحت مدركة لتفاصيل الاتفاق العام الذي يحدث بين الدول. على الجانب السياسي، لم تجد أي اجتماعات في إطار اللجنة الدستورية السورية منذ أكثر من 9 أشهر، وهي العملية الوحيدة التي ترعاها الأمم المتحدة. وتطال مؤسسات المعارضة السياسية انتقادات واتهامات بالعجز والفشل وعدم تقديم أي حلول سياسية تتخللها مطالب بإفساح المجال لأشخاص آخرين ربما يحملون حلاً سياسياً. منذ اتفاق الدول على اعتبار القرار 2254 المرجعية الوحيدة للحل السياسي في سوريا، لم يضغط المجتمع الدولي بشكل حقيقي وكاف لتطبيق هذا القرار، وإنما اكتفى بالتصريحات، بينما كان النظام السوري وحلفاؤه يعطلون أي خطوات جدية. على الصعيد الإقليمي، تقف دول على طرفي نقيض بالنسبة لعلاقاتها مع النظام السوري، ما زاد من جمود الملف وطول معاناة السكان. ثبات قطري مع المعارضة، تأييد إماراتي للنظام، وتحول تركي باتجاه تسوية العلاقات مع دمشق. أما السعودية فتشير تصريحاتها إلى توجهها نحو الحوار، وعزى محللون التوجه العربي نحو النظام إلى الرغبة في إيقاف السطوة الإيرانية بالمنطقة. أما تركيا فتنظر إلى مصالح أمنها القومي، في حين يرى هؤلاء أن التأثير الفعلي نحو الحل يعود للقوى الدولية. إن الحالة الضعيفة الحالية لإيران قد تدفعها لتغيير دورها السياسي في المنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني الأحدث، الذي قد يتضمن تسويات لعدة مناطق في سوريا والعراق واليمن، في حين لم تنجح الخطط العربية سابقاً في إبعاد الأسد عن إيران المؤثرة جداً في قرارات النظام. على الصعيد الدولي، وعلى الرغم من ثبات موقف الدول الغربية الداعم للثورة، تراجعت سوريا على سلم الأولويات مع مرور السنوات، مع انخراط تلك الدول في أحداث دولية أخرى كحرب أوكرانيا. لا تتقاطع أولويات الدول الكبرى المؤثرة في الملف السوري مع قضية السوريين، ما يجعل جمود الملف السوري غير مزعج لها، وإن كان بعضها غير راض عنه بحسب أدبياتها السياسية. مع دخوله العام 13، يبقى الملف السوري رهن توافقات بين الدول المؤثرة، فيما تستمر معاناة ملايين السوريين بين نازح ولاجئ، وحتى بين من تحكمهم القبضة الأمنية في مناطق سيطرة النظام.